ينضم إلينا مراسلانا من موسكو، عفوا، أريج محمد، وينضم إلينا أيضا من كييف عماد الأطرش. عماد، الأوضاع لديك كيف هي؟ نعم فضيلة، مدينة خاركيف وضواحي مدينة خاركيف منذ الأمس ليلا تتعرض وحتى الفجر صباحا إلى قصف صاروخي روسي عنيف أوقع عددا كبيرا من القتلى في البلدات المحيطة بمدينة خاركيف. هي خاركيف هي ثاني أكبر المدن الأوكرانية وتقع طبعا في الشمال الشرقي للبلاد. كان هناك أيضا قصف، أو بيان وزارة الدفاع الأوكرانية قال صباح هذا اليوم بأن القوات الروسية أصبحت في وضع هجومي استعدادا للهجوم على مدينة باخموت. مدينة باخموت هذه المدينة التي تشكل مع كراماتورسك وسلوبيانسك مثلثا شمالي مقاطعة دونيتس، وهي المدن الرئيسية المتبقية في أيدي القوات الأوكرانية بطبيعة الحال. صباحا كان هناك تصريح لأحد المسؤولين الألمانيين بشأن السلاح الثقيل التي كانت ألمانيا ترغب بتسليمه إلى أوكرانيا، وقالت بأن 20 دبابة من طراز ليوبارد، وهي طراز متقدم ومتطور، ستسلمها إلى أوكرانيا في أبريل 2023، وهو ما أثار استياء طبعا هنا السلطات الأوكرانية، خاصة أن وزيرة الدفاع الألمانية أمس قالت بأن لم يعد في بمقدور ألمانيا تسليم مزيد من السلاح. بشأن السلاح الغربي المقدم لأوكرانيا، أوكرانيا تعاني حسب مصادر أوكرانية محلية طبعا من إمكانية إيصال هذا السلاح الثقيل إلى جبهات القتال. هناك مشاكل لوجستية تواجهها بطبيعة الحال، خاصة أن القصف الروسي حسب وزارة الدفاع الروسية يقول دائما بتمكنه من إصابة أهداف مباشرة، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية الهايمرس التي تسلمتها أوكرانيا، والتي يبدو أنها تحدث فرقا طبعا حسب المصادر الأوكرانية والسلطات الأوكرانية. ننتقل إلى أريج، نركز معك أريج على تصريحات لافروف التي تحدث فيها وحذر فيها من تداعيات استمرار تزويد كييف بالأسلحة. نعم فضيلة، هذه التصريحات الرسمية لوزير الخارجية الروسي تأتي استكمالا لما كان قد حذر منه الخبراء العسكريون الروس في وقت سابق بالتزامن مع وصول راجمات هايمرس التي من الممكن تركيب على متنها الصواريخ ذات مدى بعيد أيضا. وكانوا قد تحدثوا أن مثل هذه الخطوة، ولو تحدثت واشنطن عن عدم نيتها أو حصولها على وعود وعهود من الجانب الأوكراني بعدم استخدامها لمثل هذه الأغراض لاستهداف العمق الروسي، لا تحظى مثل هذه الوعود والعهود والتصريحات الأمريكية بأي ثقة لدى الجانب الروسي. واليوم وزير الخارجية سيرجي لافروف يجاهر بشكل مباشر بأن هذا الموضوع، وفي ظل التصريحات الأمريكية المتصاعدة باستعداد واشنطن لتزويد الجانب الأوكراني بمثل هذه الصواريخ بعيدة المدى، ستحرك أيضا مجال العملية العسكرية الروسية الجغرافي من حدود إقليم دونباس بمقاطعتيه لوغانسك ودانيتسك إلى ما هو أبعد من ذلك جغرافيا. كانت روسيا قد تحدثت في وقت سابق عن أن عمليتها غير محصورة بأي أطر زمنية، واليوم وكأن من خلال هذه التصريحات للوزير الروسي كأنها لا تحدد أي أطر جغرافية أيضا لعمليتها المستمرة للشهر الخامس. موسكو ترى في مثل هذه التصريحات الغربية واستمرار التعزيزات العسكرية الغربية للجانب الأوكراني تهديدا مباشرا يصدر من الأراضي الأوكرانية لأراضيها، وهو ما يستدعي منها التحرك عسكريا وتقنيا ما حذرت منه مرارا، وهو ما ربما يشكل أيضا الأساس الذي تذرعت به وضعته مسوغا لعملياتها العسكرية حينما تحدثت أن توسع حلف شمال الأطلسي ووصول بناه العسكرية التي تهدد بشكل مباشر الأمن القومي الروسي سيستدعي منها التحرك عسكريا. وهي تتابع في إطار هذه التصريحات وفي إطار التصعيد الكلامي المتواصل من قبل الغرب، تستكمل هذا التصعيد بمثل هذه التصريحات التي تتحدث من خلالها عن أن كل ذلك يمثل تهديدا مباشرا يستدعي منها الرد. وبطبيعة الحال يمكن إدراج تحركات وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو اليوم لتفقد الجناح الغربي من القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا حاليا، يمكن إدراجه أيضا في ذات الصدد حينما أمرها بتكثيف حملاتها التي تستهدف المسيرات الأوكرانية أو أي نوع من أنواع الصواريخ والأسلحة التي قد تستهدف من الجانب الأوكراني العمق الروسي. شكرا أريج محمد في موسكو، وأشكر أيضا من كييف عماد الأطرش.